قبل ما نبدأ الصف الثاني، شنو هنعملو في هذا الصف الثاني؟ فهو كان رسمه له خط كيف ما شفتم. اللي بدينا من الاول درس احنا كنمشيو على الخطوط. هذا علاش؟ لاننا في الاول كنحاولو هي نتحكمو في الجوهر ونتعلمو من الاول احنا اللي نتحكمو فيه، ماشي هو اللي يتحكم فينا. بعد ما ثبتنا الخيط في التساو كنشبرو موزون، سواء عندكم هاد الموزونة هادي مغرفة هاد صغيرة، الا ما كانتشي عندكم خا تعملو هاد الصغيرة هادي اولا هاد النوع هذا صغير عليها شوية، يعني هادو صغارين. اما ديك كبارين مغرفين بحال هيدا، الا ما كان اشي عندك مرة ديك ساعة عادك عمل هادي. اول حاجه كنعملو هاد الموزونه هادي المغرفه اللي كتشوفوها على هاد الشكل هذا، ها هو كنعملو 6 ديال الجوهر مكور، 1 2 3 4 5 6 6 ديك الساعه ثاني كنعملو موزون، كنعملوها ندخلوها في الجهه اللي مغرفه. ها هي، يعني شنو عملنا؟ عملنا موزونه، ها هي موزونه 6 جوهرات مكورين موزونه، كنزلوهم هكذا. كنجي واحد المسافه هي شويه وكنزلها، خصني تكون هاد الجوهر مكور خصني يجي بومبي، يعني ما يجيش مطلق، يعني ما نخليش واحد المسافه تجي هاد الجوهر مهرس ناعس على الخط، لا خصني يجي بومبي، يعني معلي شويه على التساو كيف ما كتشوفوا، معلي شويه على التساو. غنعملوا الخط الثانيه واحد، هيا موزونه نعملوا 6 العقيقات، 1 2 3 4 5 6 حتى هادي كنعملوها في الحاشيه ديال التنبت عشوائي، او دابا اللي شفنا مدينة كنشوفوهم في الجلالب، يعني رجعت واحد الموضه ديالهم كبيره عليها نتعلمو لها، بس شويه الا شفناها ان شاء الله تجينا سهله. كنبعدو شويه، ها هي كنبعدو غير شويه، هاديك كنزلو، هاهي يعني غنمشيو بهاد الخطوط هادا حتى هما 4 ديال الخطوط. كنتمنى يكون الدرس سهل، مع درس آخر إن شاء الله، وشكرا.